مرحبا، أنا موجود قدام جسر روماني بالمعملتين، يعني بغزير. هذا الجسر بيعود بنائه لسنة 56 ميلادية بفترة حكم الإمبراطور الروماني نيرون، وهو جزء من طريق الرومانية الساحلية اللي كانت بتربط شرق المتوسط بشمال الإمبراطورية الرومانية حاليا بأوروبا وجنوب الإمبراطورية الرومانية بأفريقيا، وهو جزء من شبكة المواصلات من جسور طرقات اللي بنيتها الإمبراطورية الرومانية لثلاث أهداف: أول شيء ربط المركز اللي هو روما بالأطراف، ثاني شيء تسهيل انتقال الجنود الرومان، وتسهيل انتقال التجار الرومان. هذا المعلم بيعكس أهمية المنطقة بالفترة الرومانية، وهو أقدم جسر بعده واقف بلبنان بس بيعاني حاليا من إهمال. أنا اسمي شارل حايك، تابعوني على هيريتج أند روتس.